أول شيء خشينا كأعضاء مجلس إدارة لنادي بوستيم، جينا لقينا الأمور بالنسبة للبنية التحتية صعب أنك أنت تمارس فيها فريق الأول وفريق ثاني وفريق ثالث، أنك أنت صعب أنك أنت باش تتعامل أنك أنت معناها في على أرضية ملعب واحد. من ذلك الأوان درنا فكرة أن احنا لازم نديروا ملعب آخر وننشوا صالة رياضية ما عندهمش وعدة مرافق أخرى نستكملوها، فأصبحنا في المشروع هذا من 2016 بدينا نشتغلوا على الآلية هي. أو الحمد لله اليوم نجو نقولوا وهي 70 أو 75% في اللي في البنية التحتية، وكما هي وما نمكروش أنه وقفت معنا جماهير بوسليم وهالينا منطقة بوسليم الناس، وفي تجار من منطقة بوسليم وعلى راسهم عميد بلدية بوسليم والجهات الأخرى، وهذا منقولوا لهم نتمنوا لهم كل الشكر والحق والثناء أنهم وقفوا معنا وكانوا مساندينا جانب لجانب باش نحن نعرفوا من مستوى النادي هو. الخطوة اللي بدي فيها نادي بوسليم أمتى أصدر قرار من هيئة الشباب والرياضة بتجميد الأنشطة الرياضية على مستوى ليبيا الحبيبة ببرنامج هدايا وباء كورونا، أعفانا الله إياكم وجميع المسلمين بعون الله. بدينا بالبنية التحتية، البنية التحتية جهزنا غيرنا الملعب الرئيسي لنادي أبو سليم من أرضية طبيعية إلى اصطناعية، مدرجاتها حدود 1000 متفرج. انشأنا ملعب العشب الطبيعي 110 في 75 بالمدرجات تقريبا حدود 3000 متفرج. انشأنا صالة شهداء أبو سليم للألعاب الرياضية تضم طبعا الطائرة واليد والسلة والخماسيات طبعا من غير الألعاب الأخرى الفردية. في نفس الوقت اتجهنا لأن احنا لازم نديروا شيء للبنية التحتية باش ننافسوا في السنوات القادمة، وفي نفس الوقت نضموا الشباب بكون أن أبو سليم يعتبر منجم من الرياضيين. نحاولوا أن الملعب الأول الاصطناعي نخصصوه للفئات السنية، يعني ما يكونش الفئات السنية مرات على دور الأسبوع المدة الماضية يتمرنوا يومين بس، نحاولوا يوميا يعني في مجال اكثر. وفي نفس الوقت كما قلت لك ان منجم رياضي ان فيها كثافه سكانيه، وفي نفس الوقت الحمد لله يعني نسبه الانجاز بين الملعبين اللي كره القدم 80% الصاله 60%. نتوقع نهايه السنه هذه 2020 تكون البنيه التحتيه 80%، وان شاء الله جاهزين لنا بنديروا اداره جديده للنادي في نفس الوقت، وفي برنامج بعون الله بداية السنة القادمة في 21 اللي هي حوض سباحة هدايا، وساعين أكثر بلدية بوسليم طبعا وعدتنا بقطعة أرض. الفكرة فيها هذه القطعة لو تنفذ بنديروا فندق خاص بالنادي. أول شيء الفندق هدايا مدخول للنادي، في نفس الوقت احنا نقولوا نرحبوا بالمنتخب الوطني، يكون معسكراته فسط الفندق والملاعب نفس الوقت مفتوحة للمنتخب، في نفس الوقت نرحبوا جميع الأندية النموذجي الأندية بصفة عامة بين غربية شرقية وسطى جنوبية، أي نادي في ليبيا يتفضل مرحبتين في نادي أبو سليم. Thank you.
إيه.